السلام عليكم بنات، ما تكونوا كلكم مزيانين، ما تكونوا بخير وعلى خير، اموركم مزيانه. اليوم الفيديو غادي يكون شنو غادي يكون الفيديوكم؟ قالت لكم ماما الفيديو غادي يكون بلا مكياج، غادي ندخلوا للكوزينه. المهم هذا الفيديو هذا نشارك معكم واحد الوصفه اللي عطاتها لي ماما، واللي هي البسطيله اللي كتعجبني بزاف، وهذه شحال ما درناها. قلت علاش لا ما نشاركهاش معاكم، وغادي نديرها بوحدي. يعني مداري ماما كتعاوني، ولكن هذه المره غادي نديرها بوحدي. هي غادي تعطيني غير المقادير، غادي نرش واحد شويه. المهم وهذا مكان بس باش البنات تابونوا في لاشين قبل ما تبداو الفيديو، و ديروا جيم. المهم دوك الالعاب كاملين، وهذا مكان نبداو باول حاجه. حاجه البنات غادي تاخذوا الدجاج، انا عندي هنايا مكونجولي، غادي نديرو في المشوية في الماء السخون، وماشي كونجوري بزاف. دجاجة اللي بغا دير دجاجة، اللي بغا دير نص دجاجة، انا غادي ندير غير هذا النص. لحقاش مغاديش ندير بسطيلة كبيرة، فاللي بغات بسطيلة كبيرة ولا لحقاش معندناش شي عراضة، ضاعف الكميات. المهم هنايا غادي نديرو في الماء السخون، كنتسنى المقراج يطيب، وغادي نمشي ندير اللوز في الماء باش نقليه، وصافي هذا مكان. وتابعوا الفيديو حتى الان. المهم البنات اول حاجه غادي نديرها هي البصله. كما قلت لكم اللي بغات بسطيله يعني كبيره ضاعف الكميه، انا غادي ندير هنا بصله كبيره وحده غير صغيره، وغادي نقطعها وغادي نديرها هنايا في كوكوت. اختي انا ما موالفاش انا اختي بنشي ماما. رمضان شحال باقي له؟ بقى والو، ما درنا لا سليلو، ما درنا لا حليوات، ما درنا. دابا واش في البيض غادي يبلعو؟ ما ديك البيضة حسن، مهما كنا تشوفوا شحال درت، غادي نزيد وحدة صغيرة. المهم ندير هنا الماء سخون، نزيد غادي ندير الدجاج ديالي هنايا، غادي يكون مبلع مزيان باش ميدخلوش الماء. سير ماما ندير فيها شوية زيت، زيت الزيتون ولا الزيت العادية؟ شوية زيت وشوية زيت. شوية ديال الزيت فوق البصلة، شوية ديال زيت الزيتون، متكتروش بزاف، زيدي، زيد ماما، الملح شحال ندير؟ معلقة صغيرة، معلقة صغيرة ديال الملح، عامرة شويه ديال الزعفران، المهم البنات غادي نشعل عليه البوطو ونخليه يتقلى. غطي عليها، المهم البنات غادي نتا
نتسنى الدجاج ديالي يطيب بلعت عليه حيت راه يتشحر المهم حتى يطيب منفقاش يطفو عليه تقلى مزيان وديك البصله تعود ديك الساعه تزيدوا العطور المهم غادي نشارك معكم شنو غادي ندير و اللوز حتى هو درتو يطيب صافي دابا ما كان يدير شي حاجه اخرى غادي نشارك فلفل كحل سميد لا سكين جبير شحال ندير معلقة ونص زيدي نص معلقة هنا البنات الربع ديال الطامه ديال الدجاج درت القزبر ومعدنوس والعطور وغادي تبلعوا على الكوكوت وما تنساوش الماء وصافي ما عملش شي حاجه هضروا عليه في تيك توك وما نعرف شنو عادي البنات هنايا درت اتاي حيت كان خصنا نشربوا اتاي ديال الوقيته ديال اتاي وبلا ما صايبت اتاي كان داكشي كيطيب فغادي تخليوه في الكوكوت يعني فاش زدتو الماء والعطور غادي تخليوه مزيان يطيب حتى داك الدجاج يشرب ويطيب مزيان من بعد البنات ها هو كيفاش كيجي غادي نحيدو من الكوكوت غادي نصفيه نتحطو في شي حاجه باش يقطر وصافي البنات شنو غادي نديرو غادي نفرتو داك الدجاج عندك الزغبيات تخليو شي عضيمه تما راه يعني خدوا بالكم من هذا الموضوع هذا فالدجاج ما تكونش فيه شي عظمه ولا شي حاجه من بعد البنات غادي تزيدوا السكر كلاصي تزيدوا معلقه مع مراش وشويه ديال القرفه تحركوهم مزيان وصافي تخليوهم على جنب هذه هي المريقه ديالي كما كتشوفوا غادي نعاود نديرها في النار باش تنشف ليا غير واحد شويه من بعد غادي تشوفوا شنو غادي نزيد فوقها غنزيد فوقها البيض اللوز مازال ما طاب وهنايا هذه درتها فوق النار كما قلت لكم غادي شويه تشرب ومن بعد غادي نزيد فوقها البيض وصافي وها هو الدجاج يلا في صحه هذا البيض ويلي 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 كي صيرت البيض عليا ها في الساعة بصح غادي تعلي طابك تما البيض في الساعة إيوا أختي متبقيش تا يلا حرك حرك كي مليح قايش حرك ثلاثة ديال البيضات ثلاثة زيدي حنا شنو رجع قبضة دوالي النتيجة رجع قبضة دوالي بران وكاسة كتصور لكم دوالي بران شنو تزيدوها هنا لا شوفي كي ولا الوان هو هاي كي ولا هاد نزيدو ديجا تني شوف راه كبر طير علينا ماما عقدت شوية زيدي غير زيدي زيدي تاتنش قشوة الزقرة زيدي شربي شربي ضرب فران ديالك سكتينا
ولا تحليتي شكيت صور هذا ما تنفهم شيدي راه ناقص جيد فرقناش كيفاش ولات يعني شفت تماما عاد عاد تخلطها يعني تكون ناشفه ناشفه بزاف لا صافي هذا هو صافي ودابا غادي نبداو كيفاش فاش غادي نبداو ناشفه مابقاش كاع الروح فاش غادي نبداو شنو ندير تاع مال ديال البصيله الدوره الغزالة ديالي من بعد ما سلقنا اللوز وقليناه ونشفناه غادي نطحنه في الطحانة هذه ولا ما كانش عندكم فتقدروا تطحنوه في مولينيكس لا مهم يعني شي حاجه كطحن مولينيكس وصافي المهم البنات غادي نزيدو نيستلي انا ما نديرش العسل البنات اللي انا ما عندكمش العسل الا ما عندكمش نيستلي ديروا العسل انا اصلا عسل علاش غادي نحتاج للعسل كي تقطر المهم البنات حنا درت نيستلي غادي ندير شويه ديال القرفه وغادي نحرك طيب من بعد غادي نخليوه على جنب وغادي نبداو في التعمار ديال البسطيله ديالنا نوريكم يعني الخطوات باش غتعمروه وصافي مع القرفه والسكر كلاصي هنايا عندنا اللوز مع نيستلي مع شويه ديال القرفه حتى كيتجمع لكم بحال هكا المهم كيولي عاقد شويه هنا هذيك المريقه ديالنا مع البيض هنايا الزبده مع الزيت اللي قلينا فيها اللوز وهنايا عندي هاد الصينيه هذه حيت انا ما غاديش ندير البسطيله كبيره فغادي ندير غير في هذه والورقه عندنا هذيك اللي مشريه يعني ماشي اللي مصايبه وريو المهم هذه هي الورقه اول حاجه غادي ندهنوا هذه ياكو يا ربي ياكو خصني نبدل سمين للقناه الطبخ مع احلام شتاني شي طبخ انا والطبخ اصلا ما كنتلاقاش انا بدلت لها السميه ديال القناه نبدل الروتين ديال الماكياج كما قلت لكم ماما وندير الروتين ديال المطبخ حدا كو شويه زعما وين من بعد يا جدور داني داني شوفوا من بعد البلاصه واش غادي ناخذوا ورقه ياكو وغادي نفرشوها بحال هكا استسمح على ما نوريهم النوع ديال ديال الورقه لا غادي نحطها لهم غادي نحط لكم النوع ديال هذا النوع زوين اللي كيجي بالقرش بار من بعد ولا تشلو ماد كل ما ديري الدهني صافي غادي ندهن ما دهنتش ماما صافي راجع دهن غادي تجيبوا قطعه ثانيه هكا كتحطوهم سيداتي ساداتي يا ويلي بدات لكم الطوب شي صافي كاش قاو كل ما بغات تحطو كدير اش دخلك طالب منك ملي ضربتني الخوات زعتني الخوت الغزالات المهم الورقه الثانيه كديروا لها بحال هكا ياكو وما خصني ندير غير ثلاثة ماشي أربعة واه ايوا داير في السر تلقينا عييت اختي حطيه ضايلة واو حطو أصحى أخرى بغي ما بغي يفشلك بابا يجيب لك الفشل
ما عرفتش شي شي واش غادي يصدق لكم ولا لا. المهم انا هي كان ايسيي وصافي. شكون مش غادي دير طلع السواق بغيت تلمطي وصافي. ما تعرفش تلمطي بالصغير لمطي وصافي. شوف ما غاديش تصدق بابا يا غير لمط 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 لا ما صدق لك جيب السوس شوفوني بس قلاش اخوت اجي صح تشوفو مع البسطيله كاين فرصه واش منطش ديري تاعك صور عليا دخلي جات شو هادي الاجي شو راسي ولا نداكم الخطره مزيانه كلي في الطريق فوت فوت لا لا يدي ما يقطعي الله تنبي انا اوكي من بعد اوكي سبيكي صافي ديري حفوف صافي دارت هي ربعه دارت ربعه ياكو استسمح انا يدي ديالي غادي نديرو الزبده والزيت راني خلطتهم بالزيت ديال هذيك اللوز اللي قلينا فيه واصاي قلتيها لا خليني نعاود نقولها يتشبكي دارت اوكي من بعد غادي ناخذ هاد الدجاج ديالنا غادي ما الدجاج هو الاول ياكي غادي نفرقوه كاع على البسطيله هكا من كاع نخويوه ديك الساعه ديال الصايبو واه درت او غادي غادي نفرقو بحال هكا المهم حتى شي بلاصه ما تجي خاوي انا ما كثرتش بزاف حيت درت وحده صغيره عشان ندير وحده صغيره من بعد غادي ناخذوا هذا الخلط غادي ناخذ هذه الخلطه العجيبه ما عرفتش كندير لها الزاد غادي ناخذ هذه الخلطه العجيبه ديرها بيدك احلم حيدو خوت ديرها بيدك طبيعي خوت هدرها بيديكم بحال هكا ديرو بحال البيستاج اش نقولها ديرو هاد البيستاج ديالكم المزيف هنا صافي احنا في السر غادي نزرب صافي خويا هكا وديري ركزي على الجناب واش اللوز لقيتي مصفر انا درته مصفر واش كاين شي لوز ركزي على الجناب واش ما قلتلكش قولي واش الا كنتي تزربيش انا ديكتي زعما انت اللي وريتيني واه شوفي لا كولور ويلي ويلي شوفي غير قدامك شوفي لا كولور لا خلا عندي بحال شي زهر خوتي انا حنا غادي نعمرو هاد الوز حيت كيعجبني الوز احنا في السته ديري كامل داك كترات الوز طافي شحال دارت ود كيلو ديال الوز واحد شويه باش دير صافي خلي باش راه بزاف دارت خليها دير واه غادي نزوقو به دارت حلو حلو بينيني وجهي نضحك اول تجربة ديالي وكتقول لي في الساف لا تفعل عندك بحال فيها البوت تشاف شاكي قدير يا استعلاسة حالك الدنيا بغاية واسفة كي خايف زيد زيد هنا شوف راه عاد بقينا شوف شوف دير الزيت اللي فيه هذيك التحتانيه بقات لاصقه لتحت معليش معليش ايوا صافي هي غادي نلصقها صافي غير خليها ويلي ويلي هذيك كامل كتلصق مع هذيك التاليه زيد زيد شد البسطيله الصغيره
صايبي مزيان منه مقمطة. كيفاش تصوت عليا؟ واش هذا؟ كي خايفة بيا؟ اختي أول مرة التجربة ديالي اختي بزاف نخاف. خلي تاكل كل الله ما تصدق لي كيف كدير هادي يديني من تحت مزيان ما راكيش دايره من تحت سرحي خلي تقطيها من تحت مسرحه واه سرحي ما تخليش يفنكك هكا قولي مش درت تبقى دير وحده بوحده و وكذاك شداني بيميني طلع الكاميرا انا شداني ندير بالطيره ندير هادشي انا اصلا هادشي مش كيفاش كملي شغلك حمد الله خلاص سهل سهل ما يكون يلبس طيره اش كتصعب وكتقولوا لبس طيره سهل ما هو صافي صافي حيدو لكم هذاك الكلام زوين هادشي قشي معكازي كاش المعكاز كتبوا احلام والمكياج واش تخرج شويه كوزينه يفني عليك دير مو مدني حتى اش هاد المسطره المعوقه تموت لا تاع تاعي هاد الشيء واه تخليهم رجلتك صافي ماما زيد شي وحده لفوقهم زيد لا زيدي وحده من جنب من هنا واه تاع غير ثلاثه خصها تزيد وحده اخرى زيدي اربعه ثلاجه روحي خصني نزيد وحده شوفوا واش كيتصوري صافي غادي المهم زدنا وحده فوق الفوق ايوا اختي الكاميرا ما نفعش الكاميرا ما نفعش المك ها كيفاش جات ندخلوا ادخلوها الفران دخلي دخلي مع التليفون الله يسترك فن عليها من فوق لتحت على درجه متوسطه ها كيسخن الفراش كيسخن الفراش عليها من تحت عاد نشعلها عليها من فوق كيشوفوها تحمرت باش تحمر هذيك باش تقرمش عاوتاني من فوق المهم البنات غادي نحيدوها من هنا بعد البنات غادي ناخذ الطفي بحال هكا غادي ناخذ السكر بلاصي فوالا البنات هذه هي النتيجه ديال البسطيله غادي ندوق وغادي نقول لكم دونك ها كيفاش كتجي وصافي غادي نتعشاو بها اول مره تصدق لي شي حاجه الصراحه دابا ندوزو للطعم وغادي نقول لكم وصافي يوميات يوتيوبرز خص ضروري نهود معايا الماتيريال ديالي Thank you.
في خاطر صوتها فشيحة. كي جات؟ مزيان رائع. ما مخصها الضغط. البنات جربوها واعرة وكا تجي مقرمشة. المهم البنات جربوها زوينة، شوفوا كيفاش كتجي. رائعة رائع ديروا الجيم وداكشي مهم. وبالصحة والراحة، وسمحوا لي الا شهيتكم، كانت نخليكم انستغرام ديالي هنايا تدخلوا وصافي. المهم البنات صافي المعان، راني عاد طابليتي غادي نجرب معكم هاد الاندومي هادي الجديده وصافي. غادي نتعشى بها، واخا تعشيت غادي نعاود نتعشى وصافي. غادي نجرب معكم هادي وغادي ناكلها وغادي نمشي نعس. وهذا ما هاد الاندومي جديده. الله يلا عييت. وما نقول لهم كي جاتك البسطيله. واو جات واعره الله يبارك فيك، وغتبقى دائما ديرها لنا ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي نزيد نحداك. المهم كل ما نحداك نصور لكم شي حاجه. اول مره ديرها طلعتها فنه واعره. راه كاع اللي يديروها وما يديروهاش بحال أبدي. ماما مسكينة كتشكرني. آه ما تشكرش، أنا زينة زينة باش تزينة. المهم البنات أنا درت الماء، غادي ندير الطريقة العادية ديال الإندومي كما كتعرفوا. أنا غادي ناكل جوج، وحدة مكتشبعنيش. ماما قالت أبردي. والله إلا ماشي أنا كلشي. صافي غادي نطيبها معكم وغادي ندوقها. كوكو البنات، بحرث علي تجمع ديك الروينه. المهم نشارك معكم اندومي الجديده حيت بردات شويه مابقاتش سخونه، وباش نمشي نمونطي هذا الفيديو ونمشي نعس. نجربها معكم ونشوف. المذاق ديالها غريب. عرفتو جاتني كتشبه لهاديك اندومي الخضرة ديال الخضرة. المهم تقريبا بحالها في لوكو، ولكن احسن من هاديك الاندومي الصفرا. نحطها ليكم هنايا، صراحة هاديك الصفرا ما كتعجبنيش بزاف، مي هادي زوينة يعني كتشكال. اصلا كاع اندوميات كيتشابهو. وإلا ما كان هادو الفيديو ديال هاد النهار، نتمنى انو يعجبكم. غنمشي نتعشى، غنمطي ليكم هاد الفيديو وديك ساعة نحطو عاد نمشي نرتاح. كان هذا هو الفيديو ديال هاد النهار، نتمنى يعجبكم. ما تنساوش تخليو ليا لي كومونتير ديالكم زوينين وتابوناو فلاشي. باي باي عليكم.